ما حكم الذي يتبرع بملايين الريالات لكرة القدم ويشتري اللاعبين بأثمان باهظة ولا ينفق في حلقات التحفيظ؟ هل يعتبر من الذين ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله؟ نحن ذكرنا أن المباراة ما يؤخذ عليها مال ولا ينفق عليها مال، لأن رياضة بدنية فقط، لا يؤخذ عليها مال ولا يبذل فيها مال، لأن بذل المال فيها من إضاعة المال، من إضاعة المال. والله جل وعلا يقول: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، هذا من إضاعة المال. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن إضاعة المال، فهذا من السرف ومن إضاعة المال ومن العبث، فهذا أمر لا يجوز. نعم.